أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المتابعون الكرام، أيتها المتابعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا التسجيل بعنوان عطف النسق، الجزء الأول خاص بتلاميذ السنة الرابعة متوسط. اليوم إن شاء الله تعالى سوف نتكلم عن العطف، عن ستة عن حروف ستة الأولى لي العطف، وتجدون تسجيل آخر في القناة إن شاء الله تعالى يتكلم عن الحروف الثلاثة الباقية. إذا لماذا سمي عطف النسق؟ لأن هناك حرف عطف يربط بين كلمتين، الكلمة الأولى هي المعطوف عليه أو المتبوع، والكلمة الثانية هي التابع أو المعطوف، فكأن هذا الحرف ينسق بين هذين الكلمتين، فينتقل الحكم الإعرابي من المعطوف عليه إلى المعطوف. فإذا كان المعطوف عليه أي الكلمة الأولى مرفوعة، كانت الكلمة الثانية مرفوعة، وهكذا. مثال: قرأ الطلاب في الطالبات. تلاحظون أن كلمة الطلاب هي الكلمة المتبوعة، وكلمة الطالبات هي الكلمة التابعة. لماذا سميت التابعة؟ لأنها تابعتها في الإعراب. فإذا عربنا كلمة الطلاب وجدناها أنها مفعول، عفوا، وجدناها أنها فاعل، قرأ فعل ماضي، والطلاب فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره. نجد كلمة الطالبات أخذت هذه الضمة، لماذا؟ لأنها تابعة، لأنها معطوفة تابعة لكلمة الطلاب. إذن فحرف الفاء وهنا هو حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب، كأنه نسق بين الكلمتين، فجعل الحكم حكم الكلمة الأولى المعطوف عليه يسري عبره إلى الكلمة الثانية وهي المعطوف. لاحظ المثال الثاني: مررت بالحداد فالنجار. إذن إذا كان الطلاب كلمة مرفوعة لأنها فاعل، لاحظ ب حرف جر، الحداد اسم مجرور، نلاحظ أن هذه الكسرة في الحداد انتقلت إلى النجار عن طريق فاء التي هي حرف عطف تفيد الترتيب والتعقيب. إذن حروف العطف تسعة، اليوم إن شاء الله نتكلم عن ستة فقط. هذه الستة هي التي تفيد المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وفي الإعراب معا. هذه الأحرف الستة هي الواو، الفاء، ثم، حتى، أو، أما. لاحظ هذا المثال: ناقش الموضوع محمد وسمير. فهنا اشترك محمد وسمير في المناقشة، فكلاهما ناقش الموضوع، إذن فاشترك في الحكم وهو المناقشة، واشترك أيضا في الإعراب. فمحمد هنا فاعل، لذلك أخذ الضمة، فهو مرفوع. لماذا مرفوع؟ مرفوع بالفاعلية. لكن سمير لماذا مرفوع؟ لأنه تابع، لأنه معطوف، والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. الثلاثة الباقية ستجدها في تسجيل آخر في القناة إن شاء الله تعالى. إذن أول مع هذه الحروف الستة الواو، وهو حرف يفيد المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه كما لاحظنا في المثال، وأيضا يفيد المشاركة في الحكم الإعرابي، مثل: سافر أحمد وسليم. فسافر أحمد وسليم، فأحمد وسليم اشترك في السفر، فكلاهما سافر، و أحمد فاعل مرفوع ومرفوع بالفاعلية، سليم أيضا مرفوع، لكن لماذا؟ لأنه معطوف على أحمد، والمعطوف يتبع حركة المعطوف عليه. لكن هذا الواو لا يدل على ترتيب ولا يدل على تعقيب، أي أن أحمد وسليم سافر، لكن ليس بالضرورة أن أحمد هو الذي سافر أولا، فالواو لا يدل على ترتيب، أيضا لا يدل على تعقيب. فإذا كان أحدهما سافر أولا، فلا يدل على أنهما أن المسافة، مسافة السفر بينهما، أو مدة الزمن، مدة الزمن بينهما كانت قليلة. فيمكن أن أحمد سافر أو سليم سافر أولا ثم تبعه الثاني بعد مدة طويلة. إذا فالواو لا يفيد الترتيب ولا يفيد التعقيب، وإنما يفيد المشاركة فقط. لكن الفاء على عكس الواو تفيد الترتيب والتعقيب، وتشبه الواو في المشاركة فقط. لاحظ هذا المثال: سافر أحمد فسليم. إذن هنا اشترك أحمد وسليم في السفر مثل الواو، لكن
هنا الفاء تفيد الترتيب بمعنى وجوبا أحمد هو الذي سافر أولا وسليم سافر ثانيا. إذن هذا من حيث الترتيب. ومن حيث التعقيب أن أحمد سافر وبعد مدة قليلة تبعه سليم، أي أن سليم سافر بعد أحمد بمدة قليلة. لكن في بعض الأحيان هذه الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب في بعض الأحيان تكون فاء للسببية ولكن في عطف الجمل وليس في عطف الكلمات، مثل اجتهدت فنجحت، فهنا الفاء للسببية. لماذا؟ لأن سبب الاجتهاد هو النجاح، فسميت هذه الفاء فاء السببية. الكلمة أو الحرف الثالث وهو حرف ثم، فهو يفيد الترتيب مع التراخي. مثال: سافر أحمد ثم سليم، فهنا يفيد الترتيب أي أن وجوبا أحمد هو الذي سافر والثاني تبعه سليم لكن بعد مدة طويلة نسبية. وهنا عكس الفاء التي تفيد الترتيب لكن التعقيب مباشرة. أما ثم فهي تفيد التراخي، أي أن أحمد سافر أولا وجوبا لأنها تفيد الترتيب لكن بعد مدة ليست بالقليلة سافر سليم. الحرف الآخر وهو حتى، وهي تفيد الغاية، والغاية هنا بمعنى النهاية، غاية الأمر أو نهايته. مثل: غادر المحتفلون الساحة حتى الصبيان، أي أن المغادرة بلغت نهايتها وبلغت أوجها، فالكل غادر حتى الصبيان غادر. نفذ صبر الناس حتى حلماؤهم، حتى العقلاء من الناس نفذ صبرهم، أي أن الصبر نفذ غايته، أي نفذ كل الصبر حتى الناس العقلاء نفذ صبره. الحرف الآخر وهو أو، وهنا تفيد الإباحة أو التخيير. تفيد الإباحة، مثل: اشتري تفاحا أو خوخا، هنا يباح لك الأمر، فأنت إما أن تشتري تفاح وإما أن تشتري الخوخ. وقد تكون للتخيير، مثل: سافر أو أقم. لكن السؤال: كيف نعرف أنها للإباحة أو للتخيير؟ هنا إذا استطعت أن تجمع بين الأمرين فهنا للإباحة، مثل: اشتري تفاحا أو خوخا، فأنت تستطيع أن تجمع بينهما، يمكن لك أن تشتري التفاح والخوخ، فهنا تكون للإباحة. أما المثال الثاني: سافر أو أقيم، فأنت لا يمكن ويستحيل أن تجمع بينهما، فيستحيل أن تجمع بين السفر وبين الإقامة، فهنا إذا استحال الجمع بينهما فإن أو تفيد التخيير، وإذا أمكنك الجمع بينهما فإن أو تفيد الإباحة. الحرف الأخير وهو أم، وأم هذه قد تكون متصلة أو منقطعة. تكون متصلة أي تدخل في الأحرف الستة الأولى إذا سبقها أداة نصب، عفوا إذا سبقها حرف استفهام أو همزة تسوية. حرف استفهام، مثل هنا: أأنت الناجح أم أخوك؟ فأم هنا حرف عطف، حرف عطف سبقت بهمزة. همزة التسوية مثل قوله تعالى في سورة البقرة: سواء عليهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فالأمر سيان، فهذه هي همزة التسوية. لكن أم هذه في بعض الأحيان لا تكون ضمن الأحرف الستة التي تفيد المشاركة في الحكم وفي الإعراب، بل في بعض الأحيان تكون تسمى أم المنقطعة ويكون معناها الإضراب، أي تعمل عمل بل التي سنتكلم عنها في تسجيل آخر إن شاء الله تعالى. تقطع الكلام الأول لتستأنف كلاما جديدا. مثال: هل لا زرت أصدقائك الناجحين؟ هنا تنصحه، لأن هل تفيد التحضيض النصح يعني والترغيب. هل لا زرت أصدقائك الناجحين؟ أم أنت معتزل، بمعنى بل أنت معتزل. يا هل لا زرت أصدقائك الآخرين؟ أنت معتزل. هنا أم بمعنى بل. إذن إلى هنا ينتهي هذا اللقاء معكم، نلتقي في تسجيل آخر إن شاء الله تعالى. لا تنسوا أن الجزء الثاني من هذا التسجيل تجدونه في القناة
إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.